السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل بطاطس وتجي زي المحلات، طريقة سهلة جدا وبسيطة وأخف طبعا كتير من المقلية. ده كده شكلها، بصوا مستوية جدا أهي من جوه، شايفين؟ بصوا أهي مستوية خالص وطريقتها بسيطة جدا. طريقة بسيطة جدا، بطاطس طبعا حسب الكمية اللي أنتوا عايزينها، ده نص كيلو، ربع كوباية زيت زيتون أو زيت عادي، بس الأحسن زيت زيتون طبعا، بيدي طعم أحلى. وبهارات بقى، ملح، شطة، كمون، زعتر، دي بهارات فراخ ممكن تحطوها ممكن تشيلوها، وتوم مفرومة كويس جدا بفرشة الخضار او بلفت الخضار، لانها لازم تكون نظيفة جدا لانها مش هقشرها خلاص. وهبدأ بقى ان انا اقطعها، اقطعها قريب شوية، يعني بصوا ازاي كده مثلا خلاص، واخد دي على اتنين كده، او ممكن دي تاخدها على اتنين كويس اوي كده، تبقى عريضة كده وتبقى كبيرة وتبقى بقشرها كده. تمام، نعمل بقى كله بالشكل ده كده، اهو اهو بالشكل ده، ونرجع تاني نعمل شرايط. تمام كده خلاص، خلصت تقطيع كل الكمية اللي عندي، حطها كده في أي حاجة عندي عشان بس ايه اخلط عليها البهارات اللي عندي. اهي كده تمام، حط عليها زيت الزيتون ربع كوباية، طعمه بيبقى أحلى كتير أوي من الزيت العادي. والبهارات بقى كلها اللي هي عبارة عن ايه، ملح، شطة، كمون، زعتر، بهارات فراخ او بهارات لحمه، او ممكن تشيلوها خالص، ثوم مفروم. تمام، وهبدا بقى ان انا ادخلها كويس قوي في البطاطس اللي عندي. وهنسيبها كده تقريبا حوالي ربع ساعه. بعد الربع ساعه هنا ما عدت على دول خلاص كده، هنا بقى معايا صينيه ادخلها الفرن، ادينا بس شويه زيت، او ممكن تحطوا ده حاجه الصينيه هدهنها كده، يبقى ده كده يا جماعه الكيس الحراري ده طبعا بيتباع ومتوفر جدا دلوقتي في اي سوبر ماركت كبير ومش غالي خالص. ده تقريبا الكيس ده مش عارف 3 جنيه او 4 جنيه بس، ده احلى بقى في درجه مستويه. فعندكم الاختيارين، صينيه مدهونه زيت او كيس حراري. انا هعمل ايه، زي ما هي كده بالخلطه بتاعتها جوه الكيس، الخلطه دي اللي فيها الطعم والثوم والكلام ده كله. تمام، هقفل الكيس وادخلها فرن سخن، بس اقفله كويس، فرن سخن على حرارة على اعلى درجة 250 تقريبا نص ساعة. هختبرها ازاي، هدخل جواها شوكة هلاقيها استوت، هلاقيها بقت طرية، هعرف كده ان هي تمام معايا استوت. هنا خلاص يا جماعة خرجت معايا من الفرن اهي، اخدت اقل كمان من نص ساعة. ده كده شكلها. وبالنسبة للكيس اهو ده كده شكله برضو، متحرقش ولا حاجه خالص، ما لقيتش فيه خالص، وبجد طعمها حلو جدا. دي كده شكلها اهو، مستويه اهي وممتازه. اتمنى تجربوها ان شاء الله وتعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.